السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من سلسلة اشرب قهوتك صح. النهاردة معانا ومعاكم براند متميز جدا وهو جافا، مع نوع جديد ومتميز جاي من اندونيسيا مباشرة إلى هنا. المميز فيه مش إنه اندونيسي، ولكن المعالجة بتاعته واللي يمكن لأول مرة هنجربها مع بعض في القناة أو في الأنواع اللي جربناها، لأنها المعالجة العسلية. فيلا بينا. وكالعادة أول حاجة هنعملها نبص على شكل الحبوب، يا ترى في فرق هيبقى واضح بعد التحميص يخلينا نعرف إذا كانت المعالجة دي هتختلف عن غيرها ولا لأ. فيلا بينا. حبوب كحبوب ما شاء الله الكواليتي بتاعها حلو جدا، مش شايف أي براكج أو تكسير. عندنا هنا درجتين واضحين في التحميص، الميديم زي صاحبتنا دي، والميديم داخل على شوية دارك زي الأغلبية اللي أنا شايفها هنا. لعل مستر بدر قصد إنه يعمل حاجة زي كده عشان يخلي النوع ده يمشي مع كل الأدوات، واللي المفروض النهاردة هنتأكد من الموضوع ده. التركي والموكا بوت على الرمالة بتاعت ناسو ستيل كالعادة، هنشتغل في الفلتر نجهز ونرجع لكم. الريحة مبدئيا من ساعة ما بدأت أطحن لغاية ما عملت الاستخلاصات رايحة ناحية الشوكولاتة والكراميل والحتة دي، فخلينا ندوق ونشوف هل هو فعلا ده الطعم ولا في حاجة تظهر معنا تاني، ونبدأ بالفلتر ونشوف. بسم الله. البادي خفيف مايل للوسط أكتر، ما بيظهرش الطعم إلا لما بيوصل في نص لساني بيبدأ يظهر معايا الطعم بتاع المرارة بتاعة الشوكولاتة. مرارة حلوة، الطعم ستيبل كمان لأنه بيكمل معايا بنفس درجة المرارة لحد ما ببلع. الأفتر تيست بتاعه كويس ومازال حتى الآن حاسس بيه، مش قوي قوي ضايقني ولا خفيف وراح. الفلتر هنا هو حلو للي بيحب الاسبريسو الستاندرد وعايز يشرب كمية قهوة كبيرة. أظن لو اتحط عليه لبن هيبقى طعمه حلو جدا، فممكن كمان يستخدم في مشروبات اللبن، ممكن يستخدم في المشروبات المثلجة لو أنا حبيت أعمل كمية كبيرة. تعالوا بقى ندخل على التركي، واللي أنا مستغربه شوية لأن الوش بتاعه ضعيف جدا ويكاد يكون مش موجود، فيا ترى هيبقى عامل إزاي؟ يلا بينا. دي حاجة غريبة لأن عندي هنا ظهرت مزازة، ومزازة واضحة لكن برضو ما تضايقكش. الطعم بتاعه أو البودي بتاعه خفيف شوية، مش تقيل كده وغليظ. لما بتشرب بيبدأ معاك بالمرارة الحلوة بتاعة نفس طعم الفلتر، ولكن في النص بيظهر معاك كده سنة مزازة وبتختفي تاني، ولما بتبلع بيرجع معاك المرارة زي ما كانت. فهو في التركي مش عارف هيمشي ولا لأ، ولكن أنا عن نفسي ما حبيتوش قوي، ما حبيتش الطعم بتاعه. فاللي يحب يجربه يجربه، يمكن يعجب حد. تعالوا بقى نروح للموكا بوت ونشوف. ده كده أغرب لأن عندي هنا الشوت المزازة ظهرت أكتر، مش إنها عالية ووحشة ولكن وضحت أكتر. هنا في مزازة فعلا بتاعة الحاجات زي العنب التوت، الحاجات اللي فيها المزازة الحلوة دي، فهي هنا ظهر عندي، ولكن الطاغي أكتر هي المرارة. تعالوا نحط عليه لبن ونشوف هيبقى عامل معانا إيه. فيلا بينا. حلو قوي، كنت متخوف بصراحة سنة المزازة دي إنها تبوظ الطعم، ولكن هنا اختفت تماما. قهوة واضحة ومتزنة، اللبن سكرياته حلوة، لا ده طاغي على ده ولا ده طاغي على ده. فالنوع ده عندي في الموكا بوت بلبن حلو قوي. تعالوا بقى نروح للباسكت المضغوط ونشوف اخباره ايه. ده كده شكل الشوت في الباسكت المضغوط، الكريمه كويسه جدا، واللون كمان بتاع الشوت غامق مش فاتح زي انواع كتيره بنستخلصها بالباسكت المضغوط. الريحه عندي هنا كمان مختلفه شويه، اوضح واحلى. نقول بسم الله وندوق. الطعم قريب جدا من طعم الموكا بوت، ولكن هنا البودي اتقل شويه. المزازه عندي هنا اقل سنه صغيره ومش مضايقاني، ولكن اللي بيبقى دايما عندي هو المرارة الحلوة. فهو بالنسبة لي هنا في السادة حلو قوي، اشربه تاني اشربه. يا ترى لما يتحط عليه لبن هيبقى عامل ازاي؟ خلينا نجرب ونشوف. الله، حلو قوي. هنا بقى كمان الطعم بتاع القهوة اقوى شوية، فاوضح كمان عن اللبن. فهو كده في الباسكت المضغوط سادة ولبن اثبت نجاح بصراحة وعجبني جدا. يا ترى هيبقى عامل ازاي في الباسكت المكشوف؟ وده انا متحمس له جدا، خلينا نجرب ونشوف. النوع فعلا كريمته حلوه. خلينا، الله، لا الريحه حلوه هنا قوي، ريحه العنب هنا واضحه جدا، وريحه الكراميل وريحه الشوكولاته، لا فعليا النوتس اللي مكتوبه على الكيس واضحه عندي جدا هنا. خلينا نقلب ونشوف الطعم عامل ازاي. خلينا اقول لكم ان لو دقت الباسكت المكشوف لوحده
ممكن ما اعرفش ان ده نفس النوع بتاع الادوات التانية. هنا الطعم مركز جدا، النوتس واضحة عندي قوي، مش باين عندي بقى المزازة اللي تضايقك. اه بتظهر في الاول خالص حلوة كده تدغدغ لسانك وبعد كده بتختفي. بيكمل بقى معاك بعدها الشوت اسبريسو ستاندرد، حلو قوي قوي قوي. متوقع في اللبن انه هيبقى عالمي، خلينا نحط عليه لبن ونشوف. ولا اروع، شوية اسبريسو بلبن زي ما بيقول الكتاب. هنا بصراحة الطعم حلو قوي، القهوة عندي هنا اقوى كمان في الطعم من الطعم بتاعها في الباسكت المضغوط. التوتال عندي هنا ان انا بشرب شوية اسبريسو بلبن بصراحة حلوين قوي. ده كده ملخص سريع للنوع بتاعنا اللي كان معانا النهاردة، واللي يمكن السؤال اللي هيتسئل، هل المعالجة العسلية بتاعته فرقت معايا في حاجة؟ الحاجة الوحيدة اللي انا ملاحظها انه يمكن معزز الطعم بتاع النوتس شوية. يعني انا دقت انواع قبل كده فيها شوكولاتة، فيها كارمل، فيها عنب، فيها مزازة، هنا بتحس ان الطعم فيه كلاريتي اكتر، يعني واضح اكتر، فده يمكن بسبب المعالجة بتاعته. ولكن مجملا التجربة بتاعت النهاردة بالنسبة لي كانت حلوة جدا، فيما عدا طبعا التركي شوية. نوع متميز جدا من جافا اللي بيحرص على كواليتي الحبوب زي ما شفنا، اللي بيحرص على انه ينزل انواع كويسة وباسعار تعتبر مقبولة للسوق المصري. يا ريت اللي بيتفرج على الفيس ما ينساش المتابعة، واللي بيتفرج على اليوتيوب ما ينساش الاشتراك والكومنتس واللايك. اشوفكم على خير في فيديو قادم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.